طيب انا دلوقتي يا جماعه انا هنشتغل في الاستيراد وانا راجل جديد في الاستيراد، لازم نخبط على الباب الاول قبل ما نستورد. ده فلوسي والفلوس دي ما بتجيش بسهوله، لازم نعرف ايه السلع الموقوف استيرادها. عندي نمره واحد، اوعى نستورد حاجه لها علاقه بتمس المشاعر الدينيه، او اوعى نستورد احشاء واطراف الدواجن. حد يقول لي ما هي الكبده موجوده، الكبده اللي موجوده كبده بقر وجاموس مش كبده دواجن. اكباد الطيور والدواجن لا، الدراجات البخاريه الثنائيه اللي هي بتعمل ثنائيه الشوط لانها بتطلع اول اكسيد الكربون فمضر بالبيئه، وده غاز سام. ماده الاسبستوس بكافه انواعها، حضراتكم عارفين الاسبستوس اللي بيستخدم عازل للحراره وعازل للكهرباء وعازل للصوت كمان. دي الفرامل المستخدم فيه الصوف الصخري او الاسبستوس. التونه اللي هي زيوتها معامله وراثيا. المبيدات الكيماويه اللي موجوده في ملحه واحد وكلها مبيدات عاليه السميه، عشان تستوردها لازم تاخد موافقه من وزاره الزراعه. لعب الاطفال اللي على شكل بندقيه وبتضرب خرز او بتضرب اسهم، الاطفال يضربوا بعض بيها، نقدر نستوردها؟ لا، محظوره. حد يقول لي موجوده في السوق المحلي عشان منتج محلي. اللمبات المتوهجه اللي كانت شغاله بشعيرات التنجستون بتاع زمان، بس هو هنا لما حصرها حصرها بقدرات معينه، يعني اللي هي اعلى من 40 واط وبتعمل بمصدر تغذيه جهد متردد من 100 فولت ل 250 فولت. حضرتكم عارفين ان الصعيد شغال على 110، القاهره واسكندريه شغاله على 220. حلقات الطاقه وما يماثلها من اساور، محركات الدرجات الناريه سنين الاشواط. طالما الدراجه نفسها محظوره، هي محظوره عشان موتورها بيطلع اول ثاني اكسيد الكربون، يبقى موتورها لما يجي من باب اولى هو كمان يتحظر. السيارات ذات العجلات اللي هي التوك توك، لما نيجي نتكلم عن الدراجات لازم نحط في دماغي ان السكوتر اللي شغال بكهرباء مش محظور استيراده، لا يجوز الافراج عن الاقمشه المموهه. طبعا حضراتكم عارفين اللي حصل من الاقمشه المموهه في السنوات الاخيره. اقلام الليزر، اقلام الليزر اللي بتشاور بيها بقدرات معينه، لو زادت عن قدرات معينه. المنتجات ذات الطابع الفني الشعبي التشكيلي الفولكلوري، وحضرتكم تحسوها بفوانيس رمضان. فوانيس رمضان قبل 3 سنين كانت بتيجي من الصين، معلش يا استاذ احمد، دي كانت بتيجي من الصين وبتغني حلو يا حلو، وخلت المنتجين المصريين عشان هي بتيجي باسعار رخيصه، خلى المنتج المصري ما ينتجهاش. لما اتحظرت بدات تظهر لنا الفوانيس الانتاج المصري الجميله الكويسه. نماذج الاثار المصريه وصور قطع عن الاهرام الصغيره اللي من الالباستر والحاجات ديت برضه ما تجيش.